الطفولة وكربلاء هل تركت أثر في حياة ليلى محمد؟ يعني في أشياء معينة بقت بذاكرتي ما زالت لحد الآن، مثل الروائح، مثل أصوات الأزقة. أست ليلى ما زلتي ملكة جمال الربيع إلى يومنا؟ لا، هو يعني هاي من ذوقك، هو ماكو إنسان ما يكبر. مسرحية المحطة؟ المحطة أول مسرحية شعبية. أول مسرحية شعبية ليش كانت؟ والله أنا ممتنة جدا لمسرحية المحطة لأني تعلمت منها دروس بعدين، يعني اكتشفت لأن حققت نجاح كبير هي. لا، النجاح كان، لا احنا سوينا ورشة، لا ما اتحدث عن نجاحات، النجاحات هواي الحمد لله. اليوم يمكن العائلة أصبحت انه تفتقر انه الذهاب الى المسرح. مو العائلة عزيزي، هذا سياق دولة. لازم تكون الدولة واعية لدور المسرح، مو تخاف من عنده. وردت قبل يوم اردت اكتب بوست بهذا الخصوص، ابوس ايد وزير التربية يرجع النشاطات الفنية بالمدارس، وشوفوا نتيجتها وراء 10 سنوات، شوفوا الفرق بين الآن وبعد. هذا الإرهاب والتوتر والعنف ما ينتهي إلا بهاي الطريقة.